اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا، انا ممكن ادفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. واني سهل ارد يا عمي. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خساره يا عبد الله، وانا اللي افتكرت في يوم من الايام انك شبهي، بس للاسف طلعت عيل غشيم. يظهر ان لازم اربيك تاني من اول وجديد، لان ابوك صبري كان حنين عليك اكتر من لازم. اللي تربى تربى خلاص يا عمي، زمن التربيه ولا احنا اولاد النهارده. تعال يا عمي حط يدك في يدي. انت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا هنقتلوا ناس تانيه ولا ناخد حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله، مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. وماله، نورت نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شديت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكم. بعد الدق ادخل. سمير خير يا ولادي؟ في واحده واقفه برا وبتقول ان هي عاوزه مدير الدار. مش انتوا خبرين ان ما بنقابلش حد في نص الليل؟ روح قول لها النهار له عنين. لما قلت لها الصبح قالت. قالت ايه؟ مالك بتقطع ليه؟ قالت ان هي بنت زين العطار. زين العطار؟ ماشي يا بنت الغالي. مالك يا حبيبي؟ لا ما فيش حاجة، بس بركز شوية. بقول لك ايه؟ اعمل لي فنجان قهوة. قهوة؟ القهوة قدامك اهو، وانت مش شربتش منها حاجة، دي حتى بردت. معلش مش مركز. هو انت لما رحت الوفيق قالك حاجة ضايقتك؟ لا لا لا، ما تشغليش بالك انتي، ما فيش حاجة. هو انت ناوي على ايه؟ كل خير ان شاء الله. بقولك ايه؟ دهيلي رؤية، مش عايز حد ياخد باله. يلا. حاضر. نورت الدار يا بنت الغالي، مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف ده عمرها ما حصلت؟ لا حصلت، حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديته قلت لي ما فيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بجيش في الدار وما حدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصل له بيها؟ ما قلت لك حصل من يوم ما هاجم الدار محدش خابر أترى. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتأخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيف عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هني. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيفة، واللي معاك ده 8 حيبيت مع العيال. حصلوني الراجل الشرير ده، هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوك بره على باب الدار. سيبك منه يا تمني. بقول لك ايه، انا عايز اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعى حد يحس اني جنبك. ما تخافش والله، وديك هتشوف. الو
الو مين؟ ازيك يا هايدي؟ انا رجية. رجية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤية؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه، انا وابوي مش موافقين على اللوم ما عملته، وغالي صبره كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟ يعني عاجبك اللي عملوا فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه، طمنين عليكم كلكم بخير. والبت عاليه بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله، وحاجز سلمى عنده، وعاليه كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، انا بكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزياره دي علشان لما طربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جاوا مشاير الفيديو بتاعك يعني، ونشرين الصورة الحقيقية. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهدة على اليوتيوب؟ كام؟ لا معرفش، انا بسألك انت كام. طب اخرس. اصل يا عم ناس كتير كلموني بيقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كأنك نجحت في الثانوية العامة يعني. بس الناس كلها يا عم بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح، قول لي يا عمي ايه المكالمة العالمية اللي جاتك دي؟ مكالمة عالمية يعني. يا ابوي يا عم سليم، يا اخوي يا عم سليم، اول ما قلت الو عينيك بربشت ونفسك ما طلعش. انا قلت عم سليم هيروح مني ولا ايه؟ مش هتقول لي اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ لابسة ايه؟ اشوفها ميتة. لا مش هقول لك حاجة واصل. اخرس. ماشي. المصيبة يا فارس ان انا كمان مش عارف اوصل لها، كل ما اكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا، الناس كلها بتتفرج على الحلقة، وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. جو؟ ايه عادي الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون، انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش. ثواني يا عم ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع سامع، رد. الو. سارة. ايه يا عم فارس؟ خير يا عم سارة. بقولك ايه، انا عايزاك كده في مصلحة على الماشي. بص يا سيدي، انا عايز اعمل معاك حوار صحفي، ايه رايك معايا انا؟ ايوه. ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا، وانا بقى لازم استفيد واعوض ال 120 جنيه ده كله بسبب حلقه عم سليم. بالظبط كده، مصلحك دي من اولها. ما هو يوم ليك ويوم عليك، ويا عم تبقى ردتها لي ولا ايه؟ لا يا ست. ماشي. طب ايه، اظبط واشوفك ولا عايزه على التليفون؟ لا المهم اشوفك ونتقابل. خلاص اتفقنا، هظبط واكلمك. ماشي، سلام يا معلم. سلام سلام. مين دي؟ الجو؟ الجو؟ الجو القديم ده يا عم. الشغل فات كله كوم اتيكا، والوقت 8 ده كوم تاني. اللي يخضر ملوش مكان، وده غدر بيا وفختي. الوقت ده لازم يموت وبإيدي. كبير يا معلم، الواد ده عيل تافه، ده تسيبهولي انا بقى. ده العشان برضه هتيك. وبالنسبه لشغلنا بقى ايه؟ مفيش شغل غير لما الواد ده يجي ورابطه تعلق على باب الحاره، والناس كلها تعرف ان ده جاي ذات اللي يكسر كلام يحيى العطار. والله انت كبير، وحياه امي ما هزيمه. عملت اللي انا قلت لك عليه؟ بس الغريبة ان ما كانش في حد عايز يتكلم معايا غير واحد اسمه عزيز. بيقول لي كده تقريبا ان في واحدة هي اللي عارفة عنه حاجات، اسمها رحمة، عند بيت او عند محل حمزة اللي عند البيوت جوه. طب بص، احنا نتحرك على هناك على طول. اوكي. يلا بينا. على فين؟ عايزين نخرج. عم سميح عمر محدش يخرج ولا يدخل من الدار الا باذنه. يعني ايه يعني انتوا حابسيننا هنا؟ خطوة كمان وهفرغ السلاح ده فيك، دي اوامر عم سميح. فهمت ولا لا؟ لا بصراحة بقى ما فهمتش.
ومش تمانية اللي اتعمل معاه الغلط عشان تبقى فاهم. اللي انت بتعمله ده هو الغلط. انتوا بتتكتروا عليا عشان في حتتكو؟ ما تنشفش. امين. يعني انا محبوسة هنا ولا ايه يعني؟ مين قال؟ انت ضيف عندينا، واكرام الضيف واجب. ضيفة ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت قاعدة هنا معززة ومكرمة، وليك عليا لا حد يأذيكي ولا حد يقرب لك، بس على شرط الباب ده ما تخطيهوش. ليه؟ اهو ده اللي زعل عاد. السؤال ده مش من حقك تسأليه. ولا انت من حقك تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. ماشي، مع ان اللهجة دي مش عجباني. ما هو لازم دلوقت تعرف انت بتكلمي مين. الخريطة اتغيرت والدنيا اتشقلبت. سبحانه. طب فين تمانية؟ الواد اللي معاكي ده ما ترباش، رفع سلاح. وعرف الدار اللي يرفع سلاح تنقطع يده. بس انا قلت كفاية عليه حبس ليلتين.